من منا لم يمرض يوما؟ من منا لم يعاني يوما من أذى الآخرين؟ من منا لم يصبه ضر أو هم أو ضيق أو شر؟ لذلك أيها الأحبة، من الآيات التي استوقفتني طويلا والتي أحب أن أكررها كلما تعرضت لموقف صعب، دعاء سيدنا أيوب عليه السلام. هذا النبي الكريم مرض مرضا طويلا وعانى كثيرا أيها الأحبة من أمراض مختلفة، ولكنه كان مهذبا أديبا مع ربه سبحانه وتعالى. لم يقل اشفني، لم يقل افعل لي كذا، شرح وضعه لله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبع كلمات مختصرة، قمة الإبداع والإيجاز والإعجاز. نحن نعلم أيها الأحبة أن الرقم سبعة له علاقة بالشفاء. الفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني وهي الشافية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كثير من الأدعية سبع مرات. لذلك سبحان الله هنا سيدنا أيوب عبر عن وضعه ومعاناته ومرضه بسبع كلمات: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله. طيب ما هي نتيجة هذا الدعاء؟ إذا دعونا به الآن، أو أي إنسان إذا دعا بهذا الدعاء، ما هي النتيجة؟ الآية التالية تقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. انظروا إلى حرف الفاء هنا أيها الأحبة مرتين، حرف الفاء مرتين للتأكيد على سرعة الاستجابة. نحن نعلم من خلال لغة القرآن، اللغة العربية الرائعة، أن حرف الواو واو العطف استخدم للتراخي، لوجود زمن، فترة زمنية معينة. أما حرف الواو فيستخدم لسرعة إنجاز الفعل، لتتابع الفعل، يعني حرف خاطف يدلك على سرعة وقوع الفعل. لذلك الله سبحانه وتعالى استخدم هذا الحرف ليقول لك أيها الإنسان، أيها المؤمن، إذا لجأت إلى الله واستسلمت بين يدي هذا الخالق العظيم واعترفت بضعفك: ربي إني مسني الضر، يشرح حالته للخالق وهو أعلم به سبحانه وتعالى. وأنت أرحم الراحمين، يا رب هناك من يخذلني، هناك من لم يرحمني، هناك من لم يستجب لي، هناك من قصدته ولم يلبني، ولكنني الآن أعترف أنك أنت أرحم الراحمين. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا أيها الأحبة، هذا الاعتراف والتواضع والتذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل، ما هي نتيجته؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والله أيها الأحبة سأقول لكم شيئا، بمجرد أن تدعو هذا الدعاء فإن الاستجابة ستتحقق، ولو لم ترها تحققت بالفعل مجرد أن تقول هذا الدعاء. حتى لو كنت تعاني من مرض السرطان الذي من الممكن أن يكون قاتلا وأيامك معدودة، ولكن الله يستجيب. ولكن إجابة الدعاء أيها الأحبة كما علمنا حبيب عليه الصلاة والسلام، هناك ثلاث مراتب لاستجابة الدعاء. أقل مرتبة أن يسرع لك الله الإجابة، أن يستجيب لك بسرعة ويكشف عنك المرض وانتهى الأمر. المرحلة الأعلى أن يكشف عنك من الضر أو يذهب عنك من الشر بقدر هذا الدعاء. تقول: يا رب ارزقني مبلغا من المال مثلا. أقل شيء أن يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا المبلغ، هذا أقل مراتب الإجابة. هناك مرتبة أعلى
أنه يصرف عنك شرا بقدر هذا الدعاء، وهذا طبعا أعلى وأفضل. يعني أي واحد منا إذا سألته هل تحب أن يرزقك الله مبلغا من المال أو أن يصرف عنك ضررا وشرا ومرضا وحادث وكذا بنفس الرقم، مؤكد أن كل إنسان سيختار أن يمنع عن نفسه الضرر. طيب، ما هي المرحلة أو المرتبة الأعلى، مرتبة عليا جدا؟ أن لا يستجيب لك بسرعة ولا يصرف عنك بقدر هذا الدعاء، ولكن يؤخر الإجابة ليوم تشخص فيه الأبصار، عندما تقف بين يدي الله. ذنوبك عظيمة جدا، ويعني موقف صعب جدا جدا لا يكاد ينجو منه أحد، وتوقن أن النار مصيرك. ذنوبك كثيرة، الكل يفر منك ويهرب منك، حتى أبنائك وأحبائك وأولادك ووالديك وإخوتك، كل واحد يفر باتجاه، وليس أمامك إلا الله سبحانه وتعالى. في ذلك الموقف عندما تأتي الإجابة لدعاء لك في الدنيا صبرت عليه، صبرت على هذا المرض، تحملت هذا المرض ابتغاء وجه الله، فأخذت أجرا عظيما وهو أجر الصبر والتحمل. وأجر الدعاء أو استجابة الدعاء تأخذها، هي تحققت، فاستجبنا له تحققت، انتهى الأمر. ولكن التوقيت، يعني هناك قرار تم توقيعه بقي التنفيذ، ولله المثل الأعلى. الاستجابة تحققت وكل شيء تحقق بالنسبة لك، ولكن متى موعد التنفيذ؟ إذا كان الله يحبك ويحبك، وإذا كنت يعني عظيما عند الله لك شأن، سيؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فتكون مرتبتك هي الأعلى في هذه الحالة. وبالتالي أيها الأحبة، يعني أنا عندما أدرك هذه الحقائق أرتاح جدا، أنا شخصيا أرتاح، حتى لو أصابني شر وأعلم أن الله يؤخر لي الاستجابة لأنه يحبني، يريد أن يعطيني الأجر مرتين، مرة أجر الصبر والتحمل في الدنيا، ومرة في الآخرة يستجيب هذا الدعاء فينقذني من موقف صعب، أو يغفر لي خطيئة كبرى، أو يصرف عني شرا في ذلك اليوم، فأكون من الفائزين برحمته سبحانه وتعالى. وأخيرا أيها الأحبة، رجاء احفظوا هذه الكلمات الرائعة، رددوها دائما دائما، كن على تواصل مع الله عز وجل، وقل كلما أصابك أي شيء حتى ولو ضر بسيط، لا تنسى أن تقول، تتذكر دعاء سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.